مؤيد خالد ايضا كره للامام محمد الى علي سعد، علي ممكن يسدد، الله جول اول، جول اول، وايضا يذهب مع الزملاء الاعلاميين وسيلفي خاص. يعني هذه انتشرت في ملاعبنا. علي سعد، شوف محمد بين ثلاث مدافعين، هدف جميل لعلي سعد على يسار الحارس علي عبد الكريم. الدقيقة 26، علي سعد دقيقة 26، وهذه عادة للهدف، زاوية أخرى وأمام ثلاثة مدافعين، وسدد من خارج منطقة الجزاء علي سعد، هدف أول للزوراء وهو الهدف الثاني لهذا اللاعب في لقاءات الفريقين. سجل في المرحلة الأولى 2-0 وهنا الإعادة، ويعني خلاص لو متأخر خطوة. كرة عالية مقطوعة بالراس تعود خاطرة لفريق زاخو، ممكن التسديد، سعد جاسم يسجل. شوف هذا الخطأ من المدافع سيد حاتم، تهيأت ايضا باطة في ابعادها علي لطيف، تهيأت على قدم سعد جاسم البعيد عن الرقابة مؤيد خالد ويضعها